في حياة كل منا شخصيات، منها تعلمنا وعلى دربها نسير. تحمل ذاكرتنا العديد من الأسماء التي ندين لها بالفضل لأنها أرشدتنا وعرفتنا على الطريق الصحيح. منهم تعلمنا. برنامج إذاعي يومي طوال شهر رمضان المبارك على إذاعة شباب مصر، بوابة وزارة الشباب والرياضة. تابعونا يوميا لتتعرفوا على جيل الرواد الذين منهم تعلمنا، وشاركوا في المسابقة لتفوزوا بالجائزة المالية اليومية وقدرها 500 جنيه. منهم تعلمنا مع أشرف محمود. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة شباب مصر، بوابة وزارة الشباب والرياضة، أهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد معكم ومع برنامج منهم تعلمنا. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف النجم الكبير الفنان القدير محمد أبو داود. أهلا يا أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة. أهلا بك أستاذ أشرف، وأهلا بإذاعة شباب مصر. أستاذ محمد، في مسيرتك المهنية والعملية والعلمية أكيد مريت بتعامل مع شخصيات من جيل الرواد اللي أثروا في حياتك وأثروا وجدانك. ياريت تحدثنا عن أحد هؤلاء الرواد وتأثيره في حياتك، وتقول لنا هو مين وعمل إيه للمجتمع وللمجال اللي أنت اخترته منه ليكون دليلك والموجه بتاعك. الحقيقة يعني اللي أنا تعلمت منهم كثيرين كثيرين جدا، ولي أساتذة كثر، وإن كنت هختار واحد فأنا بختار الأستاذ الكبير النجم، أستاذ المسرح، الكوميديان الكبير اللي كان ليا الشرف إن أنا غير إن مثلت معاه، ولكني أيضا كان لي الشرف إن أنا أخرجت له. وسواء وأنا بمثل معاه في التلفزيون أو في السينما، يمكن عملت معاه في السينما فيلم واحد بس، وهو كان فيلم برضو يعتبر فيلم من إنتاج التلفزيون، والفيلم ده كان كمان يعني أول عودة للنجم العالمي رحمة الله عليه، عليهم جميعا يعني النجم العالمي عمر الشريف. إنما الحقيقة أنا استفدت منه وأنا بمثل معاه وأنا بخرج له، استفدت الاستفادة الأكبر، لأنه هو أيضا غير أنه كان نجم مسرح كبير والأستاذ، ولكنه أخرج أيضا بعض المسرحيات وإن كانت قليلة. فهو الأستاذ أبو دم خفيف، يعني وبس، وانتوا هتعرفوه لأن هو الأستاذ رحمة الله عليه. وأنا كنت سعيد وأنا بخرج له، وسعيد وأنا بمثل وياه، وسعيد لما كنت بقعد وياه، لأنه كان واخدني ك يعني ابن له وصديق صغير له حتى توفاه الله، الله يرحمه ويرحمنا. إنما أنا اخترته وأنا ليه أساتذة كتير وناس كتير قوي عظماء اتعلمت منه، إنما ده كمان أستاذ كبير، وكان ليا الشرف إن أنا أخرج له وإن أنا أقعد جنب منه. كل الشكر والتقدير للفنان القدير والمخرج الكبير الأستاذ محمد أبو داود. الآن نصل وإياكم مستمعي إذاعة شباب مصر، بوابة وزارة الشباب والرياضة، إلى سؤال هذه الحلقة: من هو النجم الفنان الذي تحدث عنه المخرج الكبير والفنان القدير الأستاذ محمد أبو داود؟ غدا بإذن الله ضيف جديد وحلقة جديدة ومنهم تعلمنا. ننتظر إجاباتكم على صفحة الفيسبوك للاتحاد المصري للثقافة الرياضية أو بوابة شباب مصر. ابعتوا إجاباتكم على صفحة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية على الفيسبوك أو على بوابة الوزارة، وزارة الشباب والرياضة، وصفحتها على الفيسبوك. بكرة إن شاء الله
حلقة جديدة وسؤال جديد وفايز جديد في انتظاركم.